شنو إثبات أنه الفلوس تطلع إلى إيران أو دول أخرى؟ طبعا من خلال دبي. أنت حضرتك من تحول فواتير بكذا مليون دولار تروح إلى صرافين وشركات صرافة تتعامل بمئات الملايين اليومية، فما عندك سيطرة عليها. لذلك بسبب التبادل التجاري في المنطقة القريبة وكون الإمارات العربية مركز تجاري كبير، هو المكان الوحيد المرشح إلى تبادل العملات مع الدول الأخرى. هذا أعتقد جواب على سؤال حضرتك السابق. ثانيا، المتسببين في ارتفاع سعر الدولار، هل هي الحكومة أم هو التاجر؟ حضرتك تقول التاجر ويجب أن يعاقب. التاجر يجب أن يعاقب مو على هذه، يعاقب على شيء أكبر من هذا. بس هل الحكومة يجب أن تعاقب؟ يجب أن تعاقب. أحكي لك إياها بكل أمانة، لما غير قادرة على التخطيط الصحيح عليهم أن يغادرون المكانات ويساقون إلى المحاكم بسبب الإضرار بالمال العام. ماكو جرأة. يعني عندك الشريكين الكبيرين في هذه الجريمة اللي هم البنك المركزي ووزارة المالية، ليس على عينهم حاجب، ما حد يجي يقول له أنت غلطان. يمكن أنا الوحيد اللي حكيتها من أكثر المنصات وانتقد على ذلك، ومن قناتك أقول لك زين، الكل يعرفون بأنه هذه آلية عقيمة بها هدر للمال العام، يعرف أنه الفواتير اللي تجي مزورة أوكي، ويزيد حقيقة يعني من المال، مثل ما تفضل الأخ التميمي بأنه المزاد كان 150 ويصير 250 و300. فكل الأطراف تعاقب، يعاقب صاحب القرار إذا لم يخطط بقرار بطريقة صحيحة، رقم واحد. وأنا أقول يجب أن يساقون إلى المحاكم دون مجاملة. لكن دولة تبيع بالأسبوع 300 نعم. إلى 400 مليون دولار مزاد عملة استيراد سلع ومواد غذائية، يعني إذا على 4 أسابيع فهي مليار، مليار و200. إحنا إيش قد تطب لنا واردات نفط؟ بليون 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 300. لا هذا المزاد الأسبوعي، مليون المزاد الأسبوعي هو مزاد العملة كل أسبوع. لا اليومي. اليوم زين. لا عفوا، الأسبوعي أكثر من هذا. الأسبوعي 500 إلى 700 مليون الأسبوعي، أضربها بأربعة زين، هاي مليارين. إحنا إيش قد واردات النفط حتى نطلع مليارين تستورد بها مواد غذائية؟ يعني معقولة يراد لها عقل، يراد لها حسبة، يراد لها ذكاء، لو يراد لها أن تفهمها أنه هل تحول مزاد العملة إلى نافذة لغسيل وتهريب الأموال للسادة المسؤولين رضي الله عن أعمالهم؟ أكيد لا، هي أمانة هو المبلغ أكثر من هذا. إيش قد المبلغ يصير؟ أستاذ نجم إذا تسمعني، لا أكيد هو المبلغ اللي يطلع في مزاد العملة أكثر من هذا المبلغ بكثير، لأنه إذا تسمح لي، مرتبات الدولة يا سيدي العزيز اللي تندفع 70 إلى 80 تريليون دولار بالعراق، هذا منين يوفرها البنك المركزي؟ يوفرها من تبادل الدولار اللي يبيعه من النفط ويرجع له، سواء رجع له بطيارة مؤمن عليها وهذا مكلف، أو سواء رجع له من خلال هذه الحوالات. فهو ما عنده أسلوب لإدارة النقد العراقي غير التبادل من خلال مزاد العملة. فالرقم أكبر من هذا أطمنك زين. والمزورين من عنده 98.999 للصبح زين، من هذه الأرقام يا سيدي العزيز. أي. فللأمانة يعني فهذا مضحكة.